بصراحة ضيفنا اليوم عاصر معظم الأحداث السياسية والتاريخية الهامة طوال العقود الستة الماضية. كان شاهدا على بعضها وشريكا وطرفا في بعضها الآخر، ولاعبا أساسيا وليس مجرد بيدق على رقعة الشطرنج في بعضها الثالث. إن كثيرا من المؤرخين والسياسيين المعاصرين يعتبرون ضيفنا اليوم هو الدليل الدامغ على أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سبق الرئيس الراحل محمد أنور السادات في التفاوض مع الإسرائيليين، مع اختلاف ودرجة ونوعية وحجم التفاوض، ويعتبرونه الدليل الحيوي الدامغ على أن الزعيم جمال عبد الناصر كان يؤمن مثل الرئيس السادات بأهمية مد جسور الاتصال مع أنصار السلام في إسرائيل، ذلك إذا افترضنا أن المجتمع الإسرائيلي ينقسم إلى صقور وحمائم دعاة حرب وأنصار سلام. كان الساداتيون حسبما يطلقون على أنفسهم وأنصار كامب ديفيد وأنصار التطبيع يصرخون، عبد الناصر أيضا تحاور مع الإسرائيليين وسألوا حمروش. الأستاذ أحمد حمروش إذن هو صاحب ومالك مفاتيح أهم وأخطر محطة سياسية في حياة عبد الناصر، محطة ما زالت ستائر الغموض تحجب الأضواء عنها حتى الآن، ويرفض قطار الوضوح والعلانية أن يتوقف عندها. الأستاذ أحمد حمروش أيضا هو أحد السياسيين القلائل الذين تربطهم علاقات وصلات وثيقة بمعظم القادة والحكام السياسيين في الدول العربية ومعظم دول العالم، وقد سمحت له هذه العلاقات بأن يلعب دورا كبيرا خلال سنوات القطيعة بين مصر والدول العربية، رغم أنه عارض كامب ديفيد وغضب منه الرئيس السادات. الأستاذ أحمد حمروش كذلك هو أحد الضباط الأحرار الذين فجروا ثورة يوليو المجيدة، وأحد الذين كتبوا منشورات الضباط الأحرار التي هزت المجتمع المصري ومهدت للثورة. اعتقل في بدايات أزمة مارس الشهيرة، أزمة الصراع على السلطة بين عبد الناصر ومحمد نجيب. أرسل له عبد الناصر يسأله: أنت مع من؟ فقال حمروش: أنا مع الديمقراطية. الأستاذ حمروش هو أحد القيادات التاريخية البارزة للتنظيمات اليسارية في الوطن العربي، لقد جمع بين السياسة والعسكرية والعمل السري والعمل العلني، وجمع بين السياسة والأدب والصحافة والفن، حيث تولى رئاسة تحرير مجلة روزا اليوسف كما تولى رئاسة المسرح القومي. إنه عجينة من كل هذه الأشياء، البعض يقول إنها عجينة تناقضات ويتهمونه بالازدواجية وتناقض المواقف، والبعض يراه عجينة فكر ممزوج بالسياسة وعجينة وطنية وثورية ممتزجة بحكمة الفلاسفة، وهو معنا هنا من أجل الحقيقة وحدها لإزاحة الستار عن كل الأسرار. معنا الأستاذ أحمد حمروش، أحد الضباط الأحرار والرجل الذي كلفه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمهام سياسية عديدة وسرية، أهمها الحوار مع الإسرائيليين أنصار السلام، والسياسي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع معظم القادة والحكام العرب. عايز أعود مع حضرتك لتاريخ مهم جدا جدا بالنسبة لك وبالنسبة لنا النهاردة ان احنا نتعرف عليه. في شهر مايو عام 1969 اقدمت على خطوة غريبة جدا هي الاولى من نوعها انذاك،
التقيت في باريس مع عدد من الإسرائيليين من ذوي الأصول المصرية ممن خرجوا من مصر عقب قيام دولة إسرائيل، فمن هم هؤلاء الذين التقيت بهم؟ ما أسماؤهم؟ ومن أين أتت فكرة اللقاء؟ أنا عاوز أصلح كلام حضرتك. أيوة. أنت قلتي الإسرائيليين المقيمين في باريس. أيوة. اللي كانوا من أصول مصرية، هم مصريين وديانتهم يهودية. أيوة. إنما هم مصريين. لأنهم لم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية. لم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية. ولم يذهبوا إلى إسرائيل. أيوة. يعني مصريين. والدليل على احتفاظهم بمصريتهم ونقاء مصريتهم، عاوز أقول إنهم عملوا مؤتمر السنة 95 ضد وزارة نتنياهو. وقيموا فيها موقفه المعادي للسلام والمعادي لكذا وكذا. يعني حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة محتفظين بمصريتهم، مصريين ومعتبرين نفسهم مصريين، لأنه أنا مؤمن بأن الوطن للجميع، أما الديانات دي فدي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فاللقاء ما كانش مع إسرائيليين، إنما كان مع بعض المصريين اليهود اللي خرجوا من مصر هنا في ظل ظروف حرب فلسطين. انت كنت تعرفهم في مصر قبل كده؟ طبعا كنت اعرفهم. كان لك علاقات سابقه بيهم؟ كانت لي علاقات سابقه بيهم، لان كنا منتمين لبعض التنظيمات اليساريه في الوقت ده اللي هو قبل اللي الثوره. مين؟ اولهم انري كوريل. ده كان، وفي يوسف حزان، وفي ريموند ويك، وفي جويس. يعني كان في عدد من المصريين اللي هاجروا الى فرنسا وكانوا عايشين هناك، وكل قلوبهم وأنظارهم متجهة إلى مصر. 69 يعني بعد 67، يعني مرحلة حرجة جدا جدا، وكان في حساسية رهيبة جدا. لم يخطر في بالنا في تلك الأيام فكرة السلام ولا التفاوض ولا أي شيء من ذلك. احنا تصورنا انه في زعيم كل هدفه انه يحارب يبقى مش زعيم. الزعيم يحارب لهدف، ومن أهداف جمال عبد الناصر كانت تحقيق السلام بإخراج الإسرائيليين من الأرض المحتلة العربية كلها. ده هدفه. مفيش زعيم بيحارب عشان الحرب. طب يعني مش ممكن، لازم في هدف له. فجمال عبد الناصر كان هدفه أن يحدث السلام. وما كانتش دي أول اتصالات على فكرة، كانت في اتصالات سابقة. حضرتك؟ لا مش أنا. كانت في اتصالات سابقة بين الإسرائيليين وبين المصريين، أو بين يعني عناصر من يعني مثلا يوسف حلمي المحامي. أيوة. كان سكرتير جمعية أنصار السلام. وفي السفير ثروت عكاشة برضو كان له دور في توصيل بعض المعلومات من اليهود المصريين اللي كانوا مقيمين في الخارج دول. وفي الفترة بتاعت موشي شارت كانت في اتصالات مع مصر، وكانت ان تثمر سلام حقيقي، لانه لو نرجع ودي يعني دول، لو حضرتك اسمح لي، لو دول مصريين ومحتفظين بمصريتهم وما لم يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية وعايشين في فرنسا، نعم، ما دورهم بقى؟ يعني ما اهميتهم بالنسبة لاسرائيل ان هم يقوموا بتفاوض؟ هم مش اهميتهم، اهميتهم بالنسبة لمصر. اي هم اهميتهم بالنسبة لمصر انهم حريصين على ان يكون هناك سلام، لانهم عارفين ان السلام بيستنزف مصر، وكانت مصر في الحاله دي مهزومه في يونيو 67، وكانت القوات الاسرائيليه موجوده في سيناء. فكان قلبهم ومصلحتهم انهم يبقى في سلام في المنطقه وتتحرر الارض المصريه. يعني حضرتك سنه 69 نقدر نقول لم تكن دماء الشهداء قد جفت بعد من جراء نكسه 67. كيف فكرت في ان انت تتصل بيهم وان انت تفتح حوار معهم؟ لا انا مش فكرت ان اتصل بيهم، انا ما رحتش بهدف ان انا اتصل بيهم. انما انا كنت في فرنسا والتقيت ببعضهم، وبعدين دار بيننا حوار، وثمرت هذا الحوار كانت ان احنا ضروري نكتشف المجتمع الاسرائيلي. لان المجتمع الاسرائيلي كان في ظروف صعبه جدا خلال حرب الاستنزاف اللي هي 69 اللي سيادتك بتقول عليها دي. كانت اي اسره اسرائيليه بيجي ابنها يحارب في سيناء او في الجبهه المصريه
كانوا بيعملوا عزا فيه، لانه كانت الخسائر تقريبا شبه يوميه، ودي مساله مؤرقه جدا بالنسبه لاسرائيل. اذا كانت في حرب استنزاف وكانت مؤثره جدا على المجتمع الاسرائيلي، وكان ال- 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 الاسرائيليين مقبلين او في تيار عام مقبل في اسرائيل على انه يبقى في سلام مع مصر. فالاخوان اللي انا قابلتهم في فرنسا في الوقت ده كانوا حريصين على ان تستفيد او نستفيد جميعا من هذا الموقف. يعني حضرتك بتتكلم على الاخوان دول بتقول هم لم يرغموا على انهم يتركوا مصر، ارغموا على ترك مصر في الفتره اللي خرج فيها اليهود واليونانيين والتلاينه. يعني حضرتك عارفه الفتره بتاعت العدوان الثلاثي، ايوه يعني. بعد العدوان الثلاثي في نهايه الخمسينيات لكن في الوقت نفسه يعني بالتاكيد وجودهم كيهود عايشين في فرنسا كان لهم لم يوقعوا اي شيء ضد اغتصاب فلسطين، لم يوقعوا اي بيانات تدين فيها الاعتداء الاسرائيلي على الاراضي العربيه، يعني بالتاكيد كان لهم ميول اسرائيليه برضو. لا ده فلسطين اغتصبت وهم في مصر. ايوه يعني 48 كان هم في مصر وقبل الثوره بتاع، هم خرجوا من مصر بعد اغتصاب فلسطين. يعني حضرتك بتصور ان كل يهودي هو مضاد لمصر؟ يعني حضرتك التقيت معهم بصفتهم شخصيه مصريين؟ مصريين ايوه طبعا. يهود؟ يهود ايوه. لم تكن لهم انتماءات صهيونيه؟ انتماءات صهيونيه في حدود علمي لا، لكنك بعد ذلك التقيت مع شخصيات صهيونيه بارزه. ايوه بعد كده. ايوه قصدك نحوم جولدمان؟ جولدمان اه أي. نحوم جولدمان كان رئيس المجلس اليهودي العالمي. اي وانا ما التقيتش بيه يعني بان انا طلبت ان انا اقابله. هو اللي حصل انه في كان لنا صديق مشترك اللي هو اريك رولو رئيس تحرير قسم الشرق الاوسط في الموند وسفير فرنسا بعد كده في تونس ثم تركيا والتقيت بيه فقال لي انه نحوم جولدمان عاوز يقابلك. يا نهار ابيض، نحوم جولدمان رئيس مجلس يهودي عالمي عاوز يقابلني انا ليه؟ قال لي والله ما اعرفش. فانا الحقيقه بمبادره مني وفي رغبه في التعرف على الراجل ده عاوزني ليه رحت واتقابلنا في بيت اريك رولو كان قصاد الباسينيون هنا. فقال لي نحوم جولدمان انه عنده دعوه من مصر للذهاب اليها وان هذه الدعوه وصلت له عن طريق المارشال تيتو وبترجاني ان انا لما اروح ابلغ المسؤولين في مصر وابلغ جمال عبد الناصر ان هو مستعد يجي في اي وقت. فانا قلت له بسيط، انا احمل هذه الرساله لكن ما كانش عندي تكليف ولا اي حاجه ابدا، اون ماي اون كده رحت لوحدي. لانه كان قبل كده اتصلت زي ما قلت لحضرتك بالمصريين اليهود المقيمين في فرنسا وبلغت الجهات المسؤوله او الرئيس. طبعا ده انا مش بلغت الجهات المسؤوله، طلعت من مطار على الجهات المسؤوله وسبت تقرير في مكتب جمال عبد الناصر بقول له حصل كذا 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 كذا. ليه؟ لانه وانا جاي في مطار اورلي بقرا الجرايد لقيت ان نحوم جولدمان كان سافر اسرائيل قبل انا ما اجي مصر بيومين وقال ان انا جات لي دعوه من كمال عبد الناصر وجابها لي واحد زميل له. انا قلت طبعا انا هروح في داهيه يعني طبعا. فقبل ما اروح رحت للكاتب اللي حصل بالدقه وبالتفصيل لاني ما كنتش مكلف زي ما قلت لحضرتك بان انا قبل وانتظرت. فاللي حصل انه جمال عبد الناصر لما قرا هذا التقرير وهو يعلم انه كان فيه، لان طبعا كل اي اتصال كنت بعمله كنت ببلغه ضروري، وانه جمال عبد الناصر اشار في خطبته في عيد العمال في اول مايو 70 الى لاول مره يقولها زعيم عربي يتكلم عن انصار السلام داخل اسرائيل في عيد خطبته في عيد العمال. يعني انا انصار السلام داخل اسرائيل دي عايزه اسال حضرتك عليها واحط تحتها كام خط، لكن ايضا انت من ضمن من جلست معهم والتقيت بهم ارهابيين اسرائيليين لطخت ايديهم بدماء الشهداء والابرياء العرب،
منهم يالين مور زعيم منظمة شترن الصهيونية الإرهابية السابق، ونشر ما دار من حوارات بينك وبينه في صحيفة هارتس الإسرائيلية. صحيح. يعني كيف تجلس مع إرهابي اسمه نتان يالين مور كان رئيس منظمة شترن قبل ما قبل ما تتشكل إسرائيل. بعد ما تشكلت إسرائيل ساب شترن وأصبح من دعاة السلام بين إسرائيل وبين الدول العربية اللي حواليه. أنا ما اتصلتش بيه بصفة إرهابي لأن أنا أصلا ضد الإرهاب ولا أطيق أن أنا أقعد مع واحد إرهابي، لكن ده من ضمن العناصر اللي كانت في إسرائيل بتعمل من أجل السلام، هو وأمنون كابليوك وأمام إشكنان وبتاع، يعني كانت في عناصر تدعو للسلام في داخل إسرائيل في الوقت ده، لأنهم كانوا حاسين أن السلام مش بيعملوا السلام لمصلحتنا إحنا، لا لمصلحة إسرائيل، لأنه زي ما قلت لحضرتك كان في حرب استنزاف، حرب الاستنزاف كانت بتكبد إسرائيل خسائر شبه يومية. أحسن. ما هو أحسن أيوة، ما أنا بقول لحضرتك هم ليه كانوا عناصر السلام أو في تيار السلام؟ لأنهم عاوزين يعني ينقذوا بلدهم من استمرار حرب الاستنزاف. حضرتك بتؤمن فعلا بوجود تيار سلام داخل إسرائيل؟ أنصار سلام؟ أنا أؤمن بوجود تيار سلام داخل أي شعب من الشعوب، ولا يمكن أن يوجد شعب كله واخد موقف ضد على موقف معين، كل الشعوب فيها الأبيض والأسود ومتعددة الألوان. حضرتك بتؤكد ان اي شعب فيه انصار سلام، لكن داخل اسرائيل لو كان انصار السلام دول المزعومين ليهم اي تاثير كنا شفنا لهم تاثير النهارده حتى هذه اللحظه، يعني ده كلام بيقولوا لنا انصار السلام وانصار صقور وحماة، ده تلاعب بينا، تلاعب بينا. لا 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 لا، هقول لحضرتك فرق كبير قوي بين انك انت تبقي نصيرة سلام وبين انك انت تقدري تعملي حاجه، تفرق. ليه؟ لأن إذا كنت أقلية مش هتقدري تعملي حاجة. أي. إذا كنت مضطهدة من حكومتك مش هتقدري تعملي حاجة. فكون الإنسان بفكره بيبقى نصير سلام دي مسألة موجودة، لكن إنه قادر على إنه يعمل شيء أو قادر على إنه يؤثر في المجتمع ده شيء تاني. ولذلك إحنا اتصلنا بيهم في الفترة دي. اتصلت بيهم سنة كام؟ 69. أيوة. النهاردة كام؟ سنة 2000. مش هننقل، إحنا فين تأثيرهم دول؟ خلينا في 69. أوكي. في 69 الانصار السلام زي ما قلت لحضرتك كانوا بيعملوا لمصلحة السلام، ليه؟ عشان عم ينقذوا الموقف بتاعهم، ولذلك العمل في وقتها كان لتحرير الارض العربية المحتلة، كل الارض العربية المحتلة. كان فكرة جمال عبد الناصر اوافق ليه على اننا نتصل بالناس دي؟ ما هو لازم نفكر برضه. وافق طبعا، وانا هروح اتصل بنفسي؟ وفي ايام جمال عبد الناصر كنت تقدر تعمل حاجه لحسابك الخاص، بس انت من شويه قلت انا ما كنتش مكلف. مكلف في مقابله جولدمان بالتحديد ونتان. لا، مقابله يالين مور. ايوه، ما هو كنت كان مكلف مقابلته. لا مش مكلف، هو عارف ان انا بروح فرنسا وبقابل الاخوه المصريين دول واي عناصر سلام وبرجع اقول له حصل كذا 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 كذا. ده الرئيس عبد الناصر. ده الرئيس عبد الناصر. ف هو ما كلفنيش ان انا قابل جولد، انا قلت لك انا قابلته اون ماي اون، لكن لما رجعت طبعا بلغته وهقول لحضرتك اللي حصل في حكايه بلغته نحوم جولدمان دي. انه زي ما قلت لحضرتك هو اعلن انه جات له دعوه، جولدا مير اللي كانت رئيسه الوزراء رفضت ان يذهب الى القاهره، قالت له مش هتسافر. ليه؟ لان هي عارفه انه اتجاهات وافكار نحوم جولدمان كانت مختلفه تماما عن افكارها هي كرئيسة وزارة وكسيدة صهيونية متعصبة يعني. فاللي حصل لما هي قالت كده انه تفجرت مظاهرات داخل اسرائيل وهتفت الى المطبخ يا جولدا، الى القاهرة يا جولدمان. يعني ادي عناصر اسرائيلية موجودة مع السلام ضد رئيس حكومتها، لكن تأثيرها او متأثيرهاش دي مسألة تانية. فلما قامت المظاهرات دي في اسرائيل وحسوا الناس انه في امكانيه لحاجات، جمال عبد الناصر وافق على استمرار المقابلات مع نحوم جولدمان وكتب تاشيره كده بالموافقه وبان اعقد صله معاه. تكليف رسمي.
نعم تكليف رسمي من الرئيس عبد الناصر موافقة. موافقة مش تكليف، فرق بين الموافقة والتكليف. ايه الفرق؟ الموافقة انه عرف ان انا عملت حاجة فهو وافق عليها وقال لي جون لم يغضب. لا لا لا، حضرتك الوحيد الجمال عبد الناصر افصح ليك بصفة شخصية او كتاب لك بصفة شخصية موافق ان انت تواصل الاتصالات بالاسرائيليين؟ ما اعرفش، انا السؤال يسأل جهات اخرى. لا بالنسبة لي انا ايوه، يعني معنى كلام حضرتك ان مبدأ التفاوض عند عبد الناصر كان مقبولا مع الاسرائيليين قبل الرئيس السادات. انا ما قلتش التفاوض، انا قلت الاتصال والحوار. الاتصال والحوار، انما جمال عبد الناصر لم يتصل ولم يتفاوض مع الحكومة الاسرائيلية. تفرق، ما هو ديان قال انا قعدت جنب التليفون منتظر جمال عبد الناصر يتصل بيا بعد 67 عشان نتكلم. كمان عبد الناصر ما اتصلش لانه كان مؤمن بسلاح القوه. حضرتك لما سالتك عن تاثير الجماعات الانصار السلام داخل اسرائيل قلت لي فرق كبير قوي بين التاثير وبين الوجود. تمام، حضرتك بكده بتهون من قضيه التاثير، لان يعني ما اهميه الاتصالات اللي حضرتك بتعملها مع انصار السلام وما أهمية أي عمل سياسي، أي عمل سياسي إذا ما كانلوش نتائج، إسرائيل هي اللي بتستفيد، لأن هذه الاتصالات كانت بتكسر عزلتها في هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في بداية السبعينيات ونهاية الستينيات، كانت في عزلة ولا تحلم بأي اتصال مع عربي، فحضرتك كنت بتكسر عزلتها. عزلتها إيه؟ دي كانت محتلة الأرض العربية ومنتصرة خلال ست ايام، هزمت القوة العسكرية العربية واحتلت سوريا. ايوه، لكن مفيش علاقة مع العرب. مفيش علاقة، ايوه معزولة برضه. وهو احنا كنا بنطلب علاقة، احنا بنطلب سلام وتحرير الارض العربية. ما كناش بنطلب ان احنا نعمل علاقة مع، نعمل علاقة مع اسرائيل ازاي؟ وهي محتلة ارضنا، ممكن؟ مش ممكن. لازم تتحرر الارض العربية. امال كانت الاتصالات من اجل تحرير الارض العربية المحتلة في جميع الدول العربية ومن اجل الوصول الى السلام. جمال عبد الناصر مش قبل مبادرة روجرز؟ قبل مبادرة روجرز، ويوم 8 اغسطس بالتحديد توقف اطلاق النار تبع لمبادرة روجرز لأول مرة منذ عدوان يونيو 67. يعني من 5 يونيو لغاية 8 اغسطس 70 والحرب مستمرة، حرب الاستنزاف مش كده؟ اذا قبوله لمبادرة روجرز لازم له هدف. الهدف الرئيسي بتاعه كان انه يحط الصواريخ بتاعت قوات الدفاع الجوي التي انشئت خلال حرب الاستنزاف. ما كانش فيه قوات دفاع جوي قبل كده، انشئت خلال حرب الاستنزاف، الصواريخ توصل للضفة الغربية للقناة. ده الهدف الرئيسي. نمرة اتنين، هم طالبين يتصلوا ويعملوا مفاوضات وحوار وخلال يارنج وكده، يشوف هل في فرصة، ولانه ما فيش زعيم تبقى عنده فرصة ولو 1% للوصول إلى السلام وتحقيق السلام عن طريق التفاوض ويقول لا أنا هحارب. طب ليه؟ في فرصة مبادرة، وعشان كده ادى 3 أشهر للبتاع. إنما مبادرة روجرز بالتحديد يعني فتحت الأبواب أن يقال عن عبد الناصر أنه تنازل وفتح خط التفاوض مع الإسرائيليين. تنازل عن إيه؟ عن اللقاءات الثلاثة اللي هو كان يخدعنا أياميها. هل كان يخدعنا أياميها؟ يخدعك؟ ده كان بيقول لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. حضرتك عارف دول طلعوا امتى؟ في الخرطوم بعد نشر 67. في الخرطوم 67 أغسطس. في الوقت ده كان لازم العرب رفعوا شعارات اللقاءات الثلاثة. لازم تترفع الشعارات دي. لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. تمام. ليه؟ لشحذ الهمة العربية، وده ناس واقعين ومغلوبين ومنهارين، وبعدين انت بتجتمع قمه عربيه بتاخد هذا القرار. ما انا جاي للسياده. منين لا صلح ولا تفاوض في مبادره روجرز هو بيفتح الباب ليه؟ انا قلت انه من 5 يونيو 67 لغايه 8 اغسطس 70 والحرب مستمره 3 سنوات وشهرين. ايوه، يبقى ده بيعمل تفاوض؟ لا، ده هو عاوز يوصل صواريخه للضفه الغربيه بتاعت القناه عشان يقتحم قناة السويس ويحرر الأرض بالقوة. لكن يوصلها ازاي والإسرائيليين لهم السيادة الجوية؟ قال لك لو بياخد هدنة لمدة 3 أشهر يقدر يدفع الصواريخ قدام. ولذلك
لو نعود للتاريخ او للصحافه المكتوبه فور قبول مبادره روجرز ما عندكيش فكره ازاي الاسرائيليين كتبوا في الصحف في حاله جنون ازاي الصواريخ المصريه اندفع وصلت للضفه الغربيه. فهي ربط بين الناحيه العسكريه والناحيه السياسيه ايضا. يعني ما يخدعش ولا حاجه، والراجل عاوز عنده هدف، عاوز يحرر الارض، بدليل انه لو تيجي انت تدرسي الفتره. كلمه الخداع هنا انا بقصد بيها ان اذا كان مبدا التفاوض يعني الباب موارب للتفاوض، التفاوض يعني الاعتراف، يعني التفاوض يعني الاعتراف بالطرف الثاني. هو هي مصر كانت رافضه الاعتراف باسرائيل؟ امال مجلس قرار مجلس الامن ده ايه؟ بتاع نوفمبر 67 مش في اعتراف باسرائيل؟ وهي مصر قالت ان انا حرمي اسرائيل؟ لا، الاخوان اللي حرمي اسرائيل في البحر. لا لا انا مش الاخوان المصريين اللي كانوا موجودين في باريس عملوا بحث عن جميع تصريحات جمال عبد الناصر، فلم يثبت انه قال في مره من المرات ان احنا هنرمي اسرائيل في البحر او اسرائيل المزعوم او بتاع ابدا، انه كان مدرك انه اسرائيل انشئت لتبقى، لانها اسرائيل مش نشات كده صدفه، اسرائيل نشات في اتفاقيه يالطا بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحده، يعني اكبر قوتين اللي هم انشاوا الامم المتحده قالوا اسرائيل تتعامل بس يبقى في تقسيم، احنا ما رضيناش بالتقسيم. فكانت الكوارث دي. حضرتك كنت بتكتب تقارير بشان لقاءاتك مع الاسرائيليين للرئيس عبد الناصر؟ مش تقارير، يعني اللي حصل ما اعرفش اكتب تقارير على فكره. حضرتك اعود لنقطه جولدمان، لانه كان طبعا من اخطر الشخصيات، وان خطورته كانت انه على صله وثيقه بهنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي فيما بعد، ما حقيقه ذلك؟ ده ايام كنت بقابل جولدمان، فكان روجرز هو وزير الخارجيه. فلقيت جولدمان بيكلمني عن كيسنجر وبيقول لي ده اكثر اهميه من روجرز. وده ليه؟ لان كيسنجر ام كيسنجر كانت بتشتغل مديره بيت نحوم جولدمان في المانيا. يعني فهو عارفه من الحته دي. وعارف شخصيته وعارف ان ده له دور مستقبلي في امريكا. وهو اول من نبه الى اسم كيسنجر. لكنه لم يتلقى بالفعل دعوه من الرئيس جمال عبد الناصر. هو قال لي انه اداها للمارشال تيتو. لكن من انا لم يتلقى دعوه طبعا. وفيما اتصور انه لا يكذب ويقول ان انا خدت دعوه من مارشال تيتو، يعني جايز المارشال تيتو يكون قال لجمال عبد الناصر، لكن جمال عبد الناصر لقى الظروف غير مواتيه لانه يجي دلوقتي. لانه انا لو يعني لو نفكر بتفكير جمال عبد الناصر ونخلي جولدمان يجي في الوقت ده، يبقى يصدق عليه كلام الناس المعادين له. الله، ده بتاع اتصالات بقى باسرائيل، ده اعترف باسرائيل، ده كذا. فهو كان يخلي الصله معاه بطريقه سريه لانه عارف ان هو موقفه مع السلام. لانه جولدمان بالتحديد كان بيقول لي مستقبل اسرائيل في السلام، دي 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 قريه اذا ما كانتش يعني تنفتح على اللي حواليها هتضيع. ده كانت رؤيته وفكرته. لكن الاستاذ محمد حسنين هيكل نفى حكايه الدعوه. قال ان جولدمان حاول فقط عمل اتصالات من خلال الرئيس تيتو مع مصر، لكن لم توجد دعوه على الاطلاق. الاستاذ محمد حسنين هيكل يعني طبعا صادق فيما يكتب، ولكن لا ادعي انه يملك كل الخيوط. يعني في بعض، هو اخذ معلومات عن جولدمان دي بعد ما حدثت. اخبار لقائك مع جولدمان نشر في الصحف الاسرائيليه. تمام. الم يغضب ذلك عبد الناصر والحكومه المصريه حين؟ والله ما قال لي حاجه ابدا، بالعكس. مش كان شيء غريب شويه ان مصر ليه؟ ما هو عارف يغضب ليه؟ أنا هو مش وافق على ان انا قابله. بعدما نشرت الاخبار في الصحف الاسرائيليه. وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ هو اللي اتنشر ان انا قابلته عشان ايه؟ ده اللي يغضب جمال عبد الناصر لو اتنشرت حاجه مش مظبوطه. انما ان انا قابلت جولدمان في باريس، طب سو وات؟ ايه المشكله؟ مشكله ان نشر واعلان خبر لقائك مع جولدمان قد يكون له تداعيات اخرى.
أن يخشى عبد الناصر مثلا أن يتطور الأمر إلى فضيحة سياسية تحرج عبد الناصر شخصيا. إيه الفضيحة السياسية اللي فيه؟ لأن هو بيتظاهر أو كان في ذلك الحين بيبدو متشددا صارخا لا صلح لا اعتراف لا تفاوض، بينما هو في السر أحمد حمروش بيذهب للتفاوض سرا مع الإسرائيليين بعلمه. هي كويسة تظاهر ده، مين قالك انه كان بيتظاهر؟ ده كانت الحقيقة فعلا انه متشدد. انه متشدد. طب منين متشدد ومنين بيقولك قبل الراجل ما انا قلت لحضرتك رئيس النادي اليهودي العالمي منين بيستخدم القوة الى اقصى حد؟ قوة حرب ايه؟ حرب الاستنزاف. ايوه اللي بتطورت وكبرت اسرائيل خسائر. الله بقى جمال عبد الناصر اللي بيتظاهر وهو اللي اصدر الامر باغراق المركب ايلات يوم 25 اكتوبر ومعركه راس العشر بعد العدوان بايام. طبعا ده مش واحد بيتظاهر، ده واحد فعلا بيحارب، اللي غير اعاد بناء القوات المسلحه كلها على اساس جديد، يبقى ده بيتظاهر بيحارب لكن بيسمح بالتفاوض من خلالك. الله، ما انا قلت لحضرتك مفيش زعيم في العالم يستمر في زعامته وفي حب الناس له اذا ما كانش هدفه هو توفير السلام لشعبه. وتوفير السلام في شعبه طالما ان في فرصه ولو قد كده لتحقيقها لازم الانسان ياخد. لم تشعر بالتوتر حين ذاك حين نشرت اخبار لقائك مع جولدمان؟ طبعا انا قلت لحضرتك وانا جاي من باريس لهنا وقريت الجرايد الفرنساوي ان انا قابلته وانه كذا كذا، كنت فعلا متوتر. وبعض اصدقاء واصدقائي اللي كانوا حوالين جمال عبد الناصر شعراء وجمعه الله يرحمه وسامي شرف بتاع اتصلوا بيا وقالوا لي الله انت عملت كده ليه؟ ايه الحكايه؟ لكن جمال عبد الناصر لما ارى اللي كتبته له واطلع على ما دار في اسرائيل وافق على الاتصالات. حضرتك في اتصالاتك دي اتسعت دايرة اتصالاتك بالإسرائيليين بعد ذلك فشملت جنرالات سابقين وأعضاء كنيسة وأساتذة جامعة، فكيف حدث ذلك؟ كيف اتسعت دائرة اتصالاتك؟ في أيام جمال عبد الناصر ولا بعد جمال عبد الناصر؟ في الرحلة كلها. لا هو أي أنا ما اتصلت بالعناصر اللي هي فعلا كانت بتدعو للسلام واللي كانوا بيقولوا بصراحة إحنا مع الحق العربي. ما اقدرش ما تقدريش انت ترفض ولا حضرتك ولا اي واحد يقدر يرفض ان هو يقعد مع واحد بيتحاور معاه بيقول له انا معاك انا متفق معاك في تحرير الارض، انا متفق معاك في حقوق شعب فلسطين، يعني يبقى متفق. لا انا اقدر لا انا ما اقعدش معاه، لان هو لو اتفق معايا وبس ومضت بلده ودولته وسياسته ما قدرش يعمل فيها تغيير جذري يبقى زي قلته. لا زي قلته ازاي؟ ما هو بيعمل اللي يقدر عليه. هو حضرتك تقدر تعملي حاجه انت ما تقدريش عليها ولا اللي تقدري عليه؟ اللي تقدري عليه. هو كان بيعمل اللي بيقدر عليه. انما محصله ده في ضغطه على الحكومه الاسرائيليه ده شيء ثاني. يعني مع التطور ومع مساعده العناصر، يعني عناصر السلام داخل اسرائيل مثلا من ضمن النقط اللي بيقول لك انتوا ما بتساعدوناش، يعني العرب ما بيساعدهمش ليه؟ لانه الاتصال بيهم يخليهم ذوي اثر في داخل المجتمع الاسرائيلي. دي بقى حجه بنسمعها حتى هذه اللحظه وحتى اليوم من الكثير من الاسرائيليين، حجه التطبيع ان يساعدونا. لا لا خلي بيننا وبينكم علاقات ثقافيه، خلي بيننا وبينكم علاقات وديه علشان نقدر نوصل للسلام احنا الاثنين سوا. زي ما بتقولي كده انت ما ترفضيش، لا ارفض انا اتقلي كتير. حضرتك بتقولي كلام دلوقتي يشيء ليا. انت بتقولي التطبيع ارجوك. لا ما هو فكره نمره واحد بس صبر. معنى كلام حضرتك ايه؟ لا 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 يعني معنى كلام حضرتك ايه لما تقولي هم بيقولوا انتوا ما بتقفوش معانا لازم تقفوا معانا عشان نوصل للسلام سوا؟ طب ما ده نوع من التطبيع. الكلام ده بقول لك ايام جمال عبد الناصر. لا ما هو ده فرق بقى، ما انا عشان كده عاوز اقول لحضرتك لو سمحتي فرق بين الصلات اللي كانت بتدور الاول والصلات اللي بتدور الان او محاوله الصلات التي تدور الان. او انا ضد التطبيع 100% ويجب ده وسيله ضغط على الحكومه الاسرائيليه انك توقف التطبيع. يعني زي جمال عبد الناصر ما كان بيحرك الراي العام الاسرائيلي ضد الحكومه الاسرائيليه مع حرب الاستنزاف من الجهه الاخرى، كذلك انت وقف التطبيع ورفضه وادانته ده ضغط على الحكومه الاسرائيليه. حضرتك عجينه متناقضات، حضرتك عجينه متناقضات. لا انا عندي رؤيه بس واضحه جدا يمكن مش موجوده عند جولدمان وغيره وحزان وهؤلاء اللي ما تخلعهمش من الزمن اللي كانوا فيه. ما خلعهمش من الزمن، لكن
هل كانوا يؤمنون أن الحق العربي كله هو فلسطين وليس الأراضي المحتلة فقط؟ فلسطين كلها؟ أيوة. بعد ما اتعملت إسرائيل؟ أيوة. يبقوا أكتوا بقى؟ يبقى كانوا صهاينة. مش حاجة اسمها مش في إسرائيل. أنت حضرتك ضد وجود إسرائيل؟ حاليا دلوقتي نقدر نعمل إيه؟ أنا برجع بيك بالزمن. لا حضرتك ضد وجود إسرائيل؟ أنا سنة 69؟ آه. لازم كنت اكون ضد وجود اسرائيل سنة 69. عاوز ترمي على البحر يعني؟ ايوه سنة 69. لا حضرتك متطرفة. لكن النهاردة وبعد رحلة السادات ومحاولته لإقرار السلام وما حدث طبعا الرؤية اختلفت والأوضاع اختلفت. محدش طلب ابدا ان بس احنا نقول اسرائيل تفضل موجودة في الحدود التي تحترم فيها حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه طبعا. وتحترم عروبة القدس وتحترم الحدود الموضوعة من سنة 48. إنما الاستيلاء على الأراضي عمالين يكلمونا بالمتر وبالسنتيمتر و11 متر. تتكلم على دلوقتي تتكلم سياسة دلوقتي نتكلم طبعا فيها. أنا ضد إسرائيل تقعد تساومني النهاردة على القدس ولا تساومني على طبعا. متر وسنتيمتر من الأرض العربية. أنا أكتر أنا كنت ضد كامب ديفيد في وقتها. أيوه. ليه؟ مع أن كامب ديفيد هو اتصال وسلام ايوه مش كده. طب اشمعنى كنت جنبيه؟ ما الراجل عمل سلام. لا هقول لك ليه بس بهدوء. لا امال السلام اللي انت عايزه شكله بهدوء ايه؟ بهدوء بس انا عاوز السلام الشامل والعادل. صبرك عليا دقيقه. طب وهو انور السادات ما كانش عايز السلام الشامل والعادل؟ اخلص السلام الشامل والعادل. السلام الشامل والعادل ده يجي بان تتحرر كل الارض العربيه. ايوه احنا في عدوان 67 جلبنا بالعدوان الاسرائيلي احتلال الجولان واحتلال الضفه الغربيه واحتلال جنوب لبنان بعد كده. فاذا بتدخلي معركه مع العرب لازم تخرجي مع العرب اللي دخلت معاه. هنا الفرق. احنا مش ضد ان يبقى في مفاوضات ضد في سلام ابدا. يعني الخطوه اللي اخذها انور السادات خطوه ما تقدريش ترفضيها تقول لا ده غلط. انما كان يجب ان تتم بالعرب جميعا موحدين. دخلوا المعركة مع بعض يخرجوا مع بعض. ما مرضيوش ساعتها مع السادات. ما صبرتش عليهم. كان يصبر عليهم السادات يعمل ايه؟ يقعد يكلمهم ويناقشهم ويحاورهم بدل ما يروح على طول كده في خلال ايام. لا خلال شهر خلال ست اشهر. الراجل ما لحقش يقتلوه. وخصوصا يا فندم وخصوصا انه ما كانش في حرب. اتصالاتك مع الإسرائيليين أمثال جولدمان وأن عبد الناصر بعد ذلك قرر أن يحرقك سياسيا. يحرقنا أنا؟ أيوة. ليه؟ في خطابه يوم 23 يوليو عام 1970. أيوة. قال في معرض تدليله على رغبة مصر في السلام. أيوة. إلا أن الكثيرين اعتبروا ما قمت به إذعانا وخضوعا وربما خيانة في وقت كان مجرد مصافحة الإسرائيليين فيه يعد خيانة وعار. ما فيهوش أي حاجة. ده بالعكس ده هو قال في الـ في الـ في الحتة دي إن إحنا رغم اتصالاتنا بجولد ما كانش فيه سلام. الراجل بيلعب سياسة وبيقول اللي وجهة نظره. ما فيهاش أي حاجة. يعني أنت شايف إن هو لم يحرقك سياسيا لا لا في هذا الخطاب؟ لا لا لا. بدليل ان هو كلفني بمأموريات اخرى. ايوه سياسيه. ايوه بعد الاحتلال دي مع الاسرائيليين. لا امرك بالتوقف. امرك بالتوقف عن الاتصال بجولدمان اطلاقا. طب متى توقفت اتصالاتك بجولدمان؟ بعد رحيل جمال عبد الناصر وبلغت ده لحافظ اسماعيل كان مستشار الامن القومي عشان يرفعه لرئيس السادات ثم لم يأتي رد فتوقفت. توقف طبعا لان مثل هذه المسائل لا يمكن ان تتم بصفه فرديه. لابد ان تتم بموافقه زعيم الدوله. ايه ده الكلام؟ من الذي حل محلك في التفاوض السري؟ انا ما اقدرش اقول ولا اعرف طبعا. تعرف بس مش عايز تقول. لا 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 يعني اعرف من صديقنا المشترك اللي هو إريك رولو. أيوة. أن الاتصالات دي قام بها سفيرنا في لندن وهو أحد رجال الثورة أيضا المرحوم كمال رفعت. المرحوم كمال يعني وكل بهذه العملية لكن أنا معرفش أي حاجة عنها حقيقي يعني. أنا هعود بك إلى فترة سابقة مع إحدى الشخصيات الصهيونية
البارزة التي التقيت بها في باريس، وحضرتك ذكرت اسمه دلوقتي وإحنا حدثنا عنه أيضا الدكتور رفعت السعيد، وهو هنري كوريال. نعم. أحد مؤسسي التنظيمات الشيوعية في مصر، وعدد كبير من الشيوعيين العرب بيتهم كوريال بأنه كان همزة الوصل بين الشيوعيين وإسرائيل وحلقة الوصل بين الشيوعية والصهيونية. الحزب الشيوعي المصري حين هاجم أمين حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد هاجمه بسبب اتصالاته باليسار الإسرائيلي، واتهموه بأنه من أتباع الصهيوني كوريال. مين اتهم مين؟ حزب التجمع يعني حزب الشيوعي المصري اتهم أمين حزب التجمع المصري اللي هو الدكتور رفعت السعيد بأن هو من أتباع كوريال الصهيوني، وإن كوريال هو همزة الوصل بين الشيوعية وبين الصهيونية. أنا حابب أسمع كلام غريب جدا. ده أرني كوريال ساب مصر. أيه. في بداية الخمسينيات. أيوه. ورفع قضية عشان يرجع مصر على فكرة. أيه. طب إزاي يبقى رفعت سعيد تبع أرني كوريال ده اللي ساب مصر من في بداية الخمسينيات، ورفعت سعيد يمارس حياته السياسية هنا في مصر إلى الآن وعضو مجلس الشورى؟ ازاي يعني؟ ايه علاقته بأنري كوريال؟ مات، ده قتل. ايوه واللي قتله الموساد او المعروف كده يعني. ليه؟ لانه كان راجل بيعمل ضد مصلحه اسرائيل في تصورهم، في تصور العناصر المتطرفه اليمينيه في داخل اسرائيل انه كان بيعمل ضد مصلحته. وبعدين أنري كوريال ده راجل ساعد ثوره الجزائر مساعدات، وكان صديق لاحمد بن بيلا وكذا. وبعدين يعني ما في حد يعرف أنري كوريال عن قرب إلا وجد فيه شخصية فعلا مثقفة ومستنيرة وحريصة على أنه يبقى فيه سلام، وهو عاشق لمصر كما رأيته وكما اتصلت به وكما عرفت خطواته. الانتماء أن أنري كوريال كان من المؤسسين التيار الشيوعي والمساهمين في همزة وصل ما بين هذا التيار الشيوعي المصري والصهيونية. ايه الكلام ده؟ ازاي؟ فلما يتبعه الدكتور رفعت سعيد بيتبعه فكريا، بيتبعه الانتماء الشيوعي. هو الشيوعية دي نظرية. ايوه مش كده برضه؟ ايوه كون حد يتبعها ده مش عيب. أيوة. ده اختياره. أيوة. يكون واحد يفكر تفكير ماركسي ده مش عيب. أيوة. ده اختياره، لكن انه يتبعه يتبعه ايه قوة أنري كوريال عشان يتبعه رفعت السعيد؟ ايه قوته؟ قوته انه هو صهيوني شيوعي، عمل علاقة، خلق همزة وصل ما بين التيارين. لو ان أنري كوريال شيوعي وصهيوني ده محارب كان راح اسرائيل. كان راح اسرائيل، ده كان قاعد في فرنسا وتبع قانون لا يصرح له بالخروج من فرنسا. لماذا؟ القانون بتاعهم كده. يعني لجوءه ما كانش لجوء سياسي، كان لجوء يدخل ما يخرجش من فرنسا. ذكرياتك معاه قبل خروجه من مصر مع أنري كوريال. أنري كوريال أسس حركة يسارية أو شيوعية زي ما حضرتك بتسميها، اسمها الحركة المصرية للتحرر الوطني. ايوه. وهذه الحركة كانت بتضم عمال وصف ضباط في القوات الجوية ومشايخ وفلاحين، يعني من كل الاتجاهات. مشايخ شيوعيين؟ ايوه. عيب يعني؟ ازاي؟ لا يعني تناقض. ليه؟ هو ممكن واحد يبقى شيوعي ومتدين، ما فيهاش حاجه يعني، ما فيش تناقض. ممكن يبقى شيوعي ومتدين طبعا. الماركسيه الماركسيه لا تطلب منك انك تسيب الدين. ابدا، ما حدش قال كده. طيب. يعني ده الكلام اللي بيستخدموه اعداء الماركسيه. ايوه. لتشويه موقف الماركسيين او تشويه موقف الشيوعي. يعني ليس شرطا ان الشيوعي يبقى سايب الدين ابدا، ممكن متدين ومحتفظ بدينه ايا كان هذا الدين ومحتفظ بفكره. ده
الماركسية دي فكرة مبنية على أساس العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة الاجتماعية لأغلبية الشعب. ما هي قفلت الاتحاد السوفيتي دلوقتي، قفل وفشلت. معلش يبقى أخطأوا اللي طبقوها في الاتحاد السوفيتي، لا النظرية فشلت. ما فشلتش، إنما اللي فشل التطبيق، تطبيق الخطأ اللي كان موجود بدليل النظرية ما فشلتش وفشل التطبيق يعني. أيوه يعني في الصين دلوقتي مش برضه بيقولوا ماركسيين؟ الصين انفتحت وغيرت كثير في غيروا يعني التطبيق بيتغير، لكن ان الاصليين بيغيروا في النظريه الماركسيه، الصينيين بيغيروا في شكل النظريه الماركسيه، ما تقدريش تغيري قواعد الفكر تطور أيه. لكن التطبيق هو اللي ممكن تغيره. فاللي حصل في الصين انهم غيروا التطبيق وستيل جوينج يعني ماشيين وبيقولوا مش اظن عندهم اسم حاجه اسمها الحزب الشيوعي الصيني. ايوه بس زادوا انفتاحا عن العالم تمام، يبقى التطبيق اللي اتغير. يعني ما تقدريش تقولي ان الشيوعية انتهت فور جود، خلاص ما بقاش في حاجه. ليه؟ ده تفكير ناس بتفكر. انت عاوز تطبقي العداله الاجتماعيه بالشكل ده، واحد تاني بيطبقها بشكل اخر، مين اللي ينجح؟ اللي بيطبقها بشكل معقول وديمقراطي. هي القضيه فعلا الديمقراطيه، ولم يدرك قاده الاتحاد السوفيتي انهم قد اكتسبوا اغلبيه الشعب، وانهم لو كانوا طبقوا الديمقراطيه ما كانش اي نظام تاني يقدر يسقطه. حضرتك قبل ثورة يوليا وأنت من ضباط ثورة يوليا كنت تسكن بيت في سبورتينج من 3 أدوار، وكان كل جيرانك فيه من اليهود؟ لا أنا كنت ساكن في بيت في شارع طيبة من نمرة 134، لسه فاكر الاسم. أي كان فيه أسرتين أو 3 يهود، وكان فيه أسرتين مسيحيتين، وكنا إحنا مسلمين. كنا عايشين حياة عادية جدا، لكن كان سنة 49 يعني. سنة 49 رحت فيها اسكندرية دي، على فكرة بقى حصل فصل ظريف جدا بدل حضرتك بتتكلمي يعني على اساس. انا بالليل الساعة 1 لقيت باب الشقة بيضرب في 7 رجالة داخلين البيت. وكيل نيابة اسمه مصطفى سليم، بعد كده بقى محافظ في اسيوط ورئيس محكمة النقض وربنا يديله الصحة، و البوليس السياسي والبوليس الحربي والمباحث وكله جايين لانهم عاوزين يفتشوا البيت. انا بالصدفه كنت منقول من مصر لاسكندريه في الوقت ده، وما كنتش عملت اجراءات الامان. ايه اجراءات الامان دي؟ ما دام انت في تنظيم سري لازم تبقى عارفه كل حاجه خطر محطوطه فين. المهم فجم فتشوا البيت، وكان مصطفى سليم ده فعلا ممثل وكيل النيابة الوطني اللي مدرك ان اكيد الشخص اللي هو جاي يفتشه ده مش مجرم ولا بتاع. فاخد بعض الكتب الانجليزي، كانت في مكنة كتابة كانت بتاعت الضباط الاحرار تايب رايتر. قال لي ايه؟ قلت له والله بكتب عليها بتمرن عليها، ما جابش سيرتي. وخرج وقال لي ارجوك تيجي تاني يوم عشان نكمل حقق معاك. انا قلت خلاص يعني هروح في ده. تاني يوم بقى لقيت واحد وانا قاعد في مكتبه داخل بيصرخ يقول ايوه جايبين لي ظابط عاوزين تودوني في داهيه. فمصطفى سليم قال لي تعرف؟ قلت له لا ما اعرفوش. انا اعرفه. قلت له لا ما اعرفوش. ايوه كان معايا في التنظيم السري. مين هو؟ واحد كان سكرتير اتحاد نقابات عمال مصر اسمه محمد شطه. محمد شطه عملت نفسك ما تعرفوش؟ معروف الحركه العماليه. عملت نفسي ما اعرفوش طبعا. ايوه وهو عمل نفسه ما يعرفنيش واثار ضجه فظيعه جدا. فمصطفى سليم سين جيم سين جيم سين جيم قال لي اتفضل روح. قابلت محمد شطه، بعدين طلع ايه الحكايه؟ انه كان قاعد يكتب لي جواب في حديقه الشلالات. اي لكن شوفي ذكائه برضه يعني عامل، لكن كان ذكي جدا. كان بيكتب الجواب بايده الشمال عشان خطه يختلف. فلما جم استكتبوه صدر الامر بالافراج عنه فورا. ادي يعني لكن ربطتك في تلك الفتره علاقات وثيقه مع الكثير من اليهود. لا هو بصراحه انا ما كانش ليا تسبب، لان كنا عاملين قسم الجيش. قسم الجيش في الحركه الديمقراطيه للتحرر الوطني. وده كان قيادته من احمد فؤاد الله يرحمه، رئيس مجلس اداره بنك مصر، كان مسؤول الثقافي، وكان معاه واحد
اسمه فؤاد حسين، كان صول في القوات الجوية، وكنت أنا ماسك المسؤول السياسي. لكن حضرتك التيارات اليسارية والشيوعية في ذلك الحين كان بينتمي إليها عدد كبير من اليهود، وإحنا كنا بنتكلم على كوريال اللي بالمناسبة حضرتك قلت كوريال أونري كونريال لما ذهب إلى فرنسا لا يسمح له بالخروج من فرنسا. لماذا لم يعود إلى مصر إذن؟ مصر اللي منع، مصر اللي خرجته ومنعته، ده رفع قضية عشان يعود لمصر. مصر خرجته عشان يهودي؟ أيوة، من فترة اللي زي ما ولا قلت عشان شيوعي؟ الاثنين، ده ألعن يعني يهودي وشيوعي كمان، ده فخرج في الوقت ده في النظام الملكي. أيوة كانت كارثة. يعني حضرتك رأيك إن اليهود لم يهاجروا برضاهم من مصر في ذلك الحين، وأنهم طردوا من مصر؟ صحيح، زي اليونانيين وزي التلاينة وزي. لكنك قلت من قبل ان اليهود المصريين الذين هاجروا الى اسرائيل اصبحوا صهاينة ولم يعودوا مصريين، وبعض منهم حارب ضد مصر. يهود مصريين حاربوا ضد مصر؟ يهود مصريين هاجروا الى اسرائيل. ما اعرفهمش. ما تعرفهمش؟ تعتبر ان هم صهاينة؟ ما اعرفهمش. ايوه طبعا، اي واحد، ما هو اليهود كلهم زي بعض، وانا عايز اقول كل اليهود كويسين. أيوة. ما اليهود اللي في مصر كان فيهم شيكوريل، وكان فيهم أنري كوريال، وكان فيهم يعني العناصر مختلفة. أنا بتكلم عن اليهود اللي كان عندهم تفكير المصري، يهود المصريين اللي كان عندهم تفكير وطني. السنة اللي فاتت يا فندم شن الناصريون واليساريون والقوى الرافضة للتطبيع حملة شعواء ضد رئيس حزب التجمع خالد محي الدين وأمين عام الحزب الدكتور رفعت السعيد وقيادات يسارية أخرى بسبب اتصالاتهم بالإسرائيلي يوسي أميتاري الذي يقدمه البعض على أنه من أنصار السلام في إسرائيل. اتهموا قيادات الحزب بالخيانة والإذعان والخضوع، والمفاجأة أنه اتضح أن حضرتك بتتبادل الرسائل مع يوسي أميتاري. هل ده صحيح؟ شوف يا سيادتك، انا عاوز اتكلم عن الظروف الحاضره. أيوة. انا ضد التطبيع، ضد التطبيع مع اسرائيل، وضد الاتصال مع الاسرائيليين كما حدث في مؤتمر كوبنهاجن. ولكن مع حضور المؤتمرات الدوليه التي يوجد فيها اسرائيليين، يعني اذا كان في مؤتمر للتضامن والتعاون في البحر المتوسط وموجودة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان وإسرائيل، نسيب المؤتمر عشان الإسرائيليين يقعدوا فيه؟ لا، نقعد. والمجاميع الإسرائيلية اللي تحضر مثل هذه المؤتمرات بياخدوا مواقف مع الحق العربي زينا تماما، يعني الناس فعلا أنصار سلام. هنحضر المؤتمر وإن شاء الله إسرائيل حضرت، ما حضرتش ده مش مشكلة. أيوة، ما هي ده. لكن أنا موافقك في ده، لكن أنت بتكتب له رسائل منذ 20 عاما. لمين؟ يوسي أميتا. بكتب رسائل يوسي أميتاي. يوسي أميتاي ده أولا كان أستاذ، ووصفته بأنه من الرجال الذين لا يستطيع الإنسان أن يرفض النضال معهم. لا لا لا، إيه حكاية يوسي أميتاي؟ يوسي أميتاي ده كان أستاذ في جامعة بن جوريون، وبعدين فوجئت بأنه جه في بيشتغل هنا في مصر في الأكاديمية باين ولا المركز بتاعهم اللي هنا ده، فتوقفت صلتي به نهائيا رغم الحاحه في انه يتصل على اساس ان دي حاجه شخصيه. ليه؟ لان انا بتصور انه مجرد وجوده في مصر وبيشتغل في مركز اكاديمي ولا بتاع ده يدل على انه جايز حد من الجهات اللي في اسرائيل بتحركه. ولذلك انا ضد بتاع، وضد ايضا مجموعه كوبنهاجن اللي اتصل حاولوا يعملوا يظهروا في مصر انصار السلام، بينما هم متصلين بديفيد تيمجي اللي هو بتاع الموساد، ومتصلين بديفيد ليفي اللي هو حزب جيشر اللي هو استقال اخيرا من وزاره باراك وهيرجع لليكود تاني. يعني انت لازم تعرفي هتتصلي بمين، ولازم يبقى عندك جرين لايت بالاتصال بالاتصالات دي. انت كنت بتتصل مع يوسي أميتاي بتوصفه انه لا يستطيع الانسان ان يرفض النضال معه. ايوه، واحد ده انت عايز تناضل مع واحد. أيوة. اسرائيلي لا يمكن يقف ضد المصالح الاسرائيليه. لا، ما دي الان لا نتصل بيه ولا 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 ولا. يعني انت بتندم على الاتصال بيه؟ مين يا فندم؟ بتندم على الاتصال بيه؟ لا، هو لما كان موجود في وقتها في جميع المؤتمرات اللي حضر فيها كان موقفه صحيح.
وكان ولو كان له موقف صحيح طبعا ولو كان له موقف خاطئ كانت الناس هجمته. حضرتك مش متصور انها لعبه توزيع ادوار بينهم؟ ممكن، لكن ممكن تبقى كمان لعبه توزيع ادوار بيننا لو احنا كمان متصورين ان احنا كلنا هنلعب دور واحد نبقى غلطانين. لازم يبقى في لعبه توزيع ادوار بيننا. في ناس يتصلوا باليسار الاسرائيلي، بس لازم يبقى في يعني جهه وطنيه بتوجههم لكده. دلوقتي مع الاسف الشديد مفيش جهه وطنيه بتقدر تعلن عن نفسها. ايام جمال عبد الناصر ايوه روح، لانه كان بيحارب وكان عارف ان ده دور ضاغط على حكومه اسرائيل. انما النهارده يجوا الجماعه بتوع كوبنهاجن دول يتصلوا بالموساد وبحزب جيشر اللي هو النهارده في الليكود، وتيجي تقول ايه دول بتوع سلام؟ بالظبط ازاي؟ يعني على الاقل دي بتثير شبهات. انا لا اشكك في سلامه نيتهم واهدافهم، لكن في اسلوبهم انا مختلف تماما. انما وثقي زي ما قلت لحضرتك في الاول انه التطبيع خطا مدمر. ليه؟ لانه يسلب العرب قوه الضغط على حكومه اسرائيل، سواء التطبيع من الافراد او من الدول او من التنظيمات السياسيه. حضرتك ضد التطبيع؟ طبعا. لكنك منذ اكثر من 20 عاما دعوت الى التطبيع وقلت بالحرف الواحد أيوة. هناك تطبيع قائم فعلا بين العرب وبعض الاسرائيليين الذين يقفون معنا في صف واحد من اجل اقامه سلام عادل وشامل. كلمه تطبيع دي جديده قوي، مش قديمه، ما افتكرش من 20 سنه. ما قلتش كلمة، لا لا الكلمه مستجده. يعني حضرتك بتنكر الكلام. ما قلتش لا من 20 سنه ما كانتش في كلمه تطبيع. يعني حضرتك ما قلتش الكلام ده؟ ما لا اذكر. طب ايه الكلمه اللي انت قلتها؟ مش فاكرها، انا مش فاكر. انما انا يعني اقدر اقول لك انه من 20 سنه ايوه كان ممكن نقعد ونتحاور وكذا، انما تطبيع من 20 سنه الكلمه نفسها جديده. حوار طب حضرتك بتسميه حوار؟ حوار، انما كلمه تطبيع دي هم بيقولوا حوار برضو لجماعه التطبيع مع اسرائيل اللي هم كوبنهاجن بيدعوا الى حوار. ايوه انا ما قلتش، بس بقول لك الاسلوب. يعني انت بتدعو الى حوار وهم بيدعوا الى حوار، زعلان منهم ليه؟ لا انا بدعو الى حوار في المؤتمرات الدوليه اللي بنحضر فيها. ده نمره واحد. نمره اثنين الموقف اختلف. لا دوليه ايه يا فندم؟ ده حضرتك كنت بتتصل بيهم شخصيا. فين؟ انصار سلام. ما احنا لسه هو من اول. الله دايما تنقلين 20 سنه ورا. ايوه. لا 20 سنه ورا كانت ظروف مختلفه. آه. انما دلوقتي لا. يعني 20 سنه ورا كنا نطبع معاهم ودلوقتي لا؟ مش نطبع، نتصل بيهم، لانه بقول لك كانت في حرب الاستنزاف موجوده، في قوه عسكريه بتضربهم. وفي نفس الوقت احنا بنضغط عليهم بالرأي العام الإسرائيلي. استاذ احمد حبروش، حضرتك اتهمك البعض انك وقعت اسيرا للازدواجية، بمعنى انك انكرت على المفكر الكبير الراحل الاستاذ لطفي الخولي وعدد كبير من السياسيين والمفكرين ما فعلته انت منذ 31 سنة في وقت كان لا يجرؤ فيه احد ان يفعل ما فعلت. انت هاجمت لطفي الخولي بضراوه حين اسس تحالف كوبنهاجن من اجل السلام، وقلت انه ارتكب خطيئه كبيره واتهمته بالانتهازيه على الرغم من تاريخه الطويل، رغم انه كان يفعل ذلك من اجل دعم انصار السلام في اسرائيل كما تقول والتحالف معهم، وهو نفس الهدف الذي اعلنته انت من وراء اتصالاتك بالاسرائيليين. اليس في ذلك ازدواجيه؟ لا. كيف؟ اولا حضرتك انا كررت اكثر من مره ان لازم تفرقي بين الحدث والزمن اللي وقع فيه. ده مهم جدا. انا مش شايف السياسه حاجه حصلت من 30 سنه تحاولي تطبقيها النهارده. الظروف مختلفه، الجو مختلف، الزعامات مختلفه. فاللي حصل في فتره الستينيات غير ما حدث في فترة التسعينيات. في فترة الستينيات زي ما قلت لحضرتك كانت في حرب الاستنزاف تضرب إسرائيل بعنف، وكان أي اتصال مع عناصر في الرأي في المجتمع الإسرائيلي تضغط على الحكومة تبقى بتخدمني. إنما النهاردة أي اتصال بالحكومة الإسرائيلية عشان إيه؟ ده بالعكس، ده الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحاصر
ويمنع اي نوع من انواع التطبيع معاها. يا استاذ احمد حضرتك نفس الخندق الذي اتهم لطفي الخولي بالتطبيع هو الذي اتهمك انت ايضا بالتطبيع. لا انا ما حدش انهم يعتبرون اي حوار اي 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 حوار مع اسرائيل هو تطبيع وعار وخيانه وعماله، اذا هم لا يفرقون بينك وبين لطفي الخولي. لا فكان الاجدى بك انك تدافع عن لطفي الخولي. لا 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 انا موقفي واضح وصريح وهو انني ضد التطبيع بكافه اشكاله. بس لطفي الخولي ما كانش بيقول تطبيع، كان بيقول حوار. دلوقتي انت بتجريني للحديث عن صديق انتقل الى رحاب الله، وانا ده امر ما حبوش، العكس ده صديق وليا بيه علاقات طويله وبتاع. حضرتك احنا بنتكلم بتاريخ، يعني مش عاوز مسائل شخصيه ابدا. مش مسائل شخصيه، انما اذا كنت بتتكلمي عن مجموعه كوبنهاجن فهي ما زالت مستمره. انا قلت لك ان مجموعه كوبنهاجن اخطاوا السبيل، جايز تكون عندهم افكار نبيله وافكار طيبه وافكار سلاميه، لكن كونهم يتصلوا بعناصر مشبوهه في المجتمع الاسرائيلي من حتى في الراي العام الاسرائيلي. مين عناصر؟ تمجي مثلا بتاع الموساد، ليفي بتاع جليشر، الحاجات دي. يعني ال- 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 الهدف قد يكون طيب ولكن الوسيله. طب حضرتك طبعا جلست مع رئيس منظمه شتيرن، المنظمه الارهابيه الصهيونيه. لا قلت لي حضرتك انا برضو ردا على هذا السؤال ان ده كان قبل ما تطلع اسرائيل، دول اللي قتلوا بتوع اللورد موين اللي كنت فاكرهم حضرتك. منظمه شتيرن هي ممن تعاملوا وشاركوا في اعمال ارهابيه وفي اغتصاب فلسطين، قبل اسرائيل، في اغتصاب قبل فلسطين، ظهور اسرائيل. فور ظهور اسرائيل كدوله تحول نتانيال مور الى رجل يسعى الى بقاء دولته في وسط الارض اللي هي عايشه فيها، اللي هي العرب. لكنه اغتصب ارض الفلسطينيين. انا ضده، ضد وجود، ضد اغتصاب الارض، ضده. لكنك قعدت معاه. وليه ما بنحاسبش نفسنا مثلا ان احنا ما رضيناش التقسيم؟ ما بتحاسبيش نفسك ليه؟ مش التقسيم كنت خدت ارض اكتر؟ ايوه. طيب ما بتحاسبيش نفسك ليه؟ حضرتك احنا مش بنحاسب نفسنا دلوقتي، احنا بنحاسبك انت. انت بتهاجم جماعه كوبنهاجن لان هم جلسوا مع جنرالات من الموساد وجنرالات جيش سابقين. انا موقفي، وانت جلست مع، انا دلوقتي لا وراحوا اسرائيل. انا ضد لما يروح اسرائيل. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا جات لنا دعوه من ياسر عرفات في اللجنه المصريه للتضامن. نتان ده لا يعني لا معلش، نتان يعني المرضى مات، حتى مش مهم مات، المهم ان هو كان من مؤسسي جماعه شتيرن التي اغتصبت ارض الفلسطينيين ومارست اعمال ارهابيه. أيوة. يعني انت جلست معاه. ايوه جلست معاه في مرحله زمنيه معينه. هو راجل، طب ما هو برضه هو اللي تحول مش انا. طب ما هو كوبنهاجن بيقولوا ان هم تابوا وتحولوا. تحولوا ايه؟ مين اللي تحولوا؟ مين اللي تحولوا؟ كيم جي وغيره. لا اذا كان كيم جي وغيره تحولوا، هم يقولوا بيتصلوا بيهم ليه؟ لانه عمليه الاتصال دلوقتي لا هدف لها الا دعم الموقف الاسرائيلي، وده امر واضح جدا ان انا ضد التطبيع، ضد اي حوار حتى الان مع اي اسرائيلي يكون موجود هنا الا اللقاء في المؤتمرات. هقول لحضرتك حاجه، احنا جالنا دعوه من ياسر عرفات في اللجنه المصريه للتضامن بان يذهب وفد من اللجنه لغزه واللقاء معه والحوار، وده طبعا شيء مقبول جدا ومعقول جدا. لكن لما دار الحوار في داخل اللجنه المصريه للتضامن وجد ان هذا قد يفهم على انه تطبيع، فتوقفنا. لانه في الانسان دايما لما يجي يشتغل سياسه ما يشتغلش منفرد او منعزل، انما يشتغل بكل القوى الوطنيه اللي هي معاه. فلذلك اخذت اللجنه المصريه للتضامن هذا الموقف ورفضنا ان نذهب الى اسرائيل. ولا لو كنت بطبع او من دعاة كوبنهاجن ما كنت رحت اسرائيل زي بعض الناس، لكن دي مسائل مبدئيا مرفوضه الان. قد ياتي وقت تبقى في المسائل دي مقبوله اذا تغيرت الظروف وتغيرت الاحوال، وده اللي عاوز اكده لحضرتك ان لازم تاخدوا كل حدث بزمنه بوقته. حضرتك مؤسسي تحالف كوبنهاجن الذي هاجمته وما زلت تهاجمه بضراوه اكدوا انهم ارسلوا اليك ورقه مبدئيه تتضمن الخطوط الاساسيه لتحالف أنا كوبنهاجن. انا مش هتكلم عن كوبنهاجن، وانك ده وقعت لا عليها. لا وقعت على هذه الورقه، وانك تهاجم شيئا سبق لك الموافقه عليه. لا الورقه اللي وقعت عليه لم نكن نعرف ما هي اهداف هذا المؤتمر، ولم نكن نعرف اي شيء عن اتصالاتهم السريه اللي تم، لكن لما انكشفت وطلعت واخدت الموقف الحاد منهم وما زلت. نشر الورقه في مجله روزا اليوسف، نشرت الورقه وعليها توقيعك. ده مش في روزا اليوسف، اتنشرت في الاهرام وعليها توقيعك. ما بقول يعني حضرتك وقعت على حاجه ما تعرفهاش في بدايه
التفكير في إنشاء تنظيم يبقى اسم تنظيم سلامي. أنا مش ضد السلام، أنا مع السلام، لكن لما انكشف إن هم ده أسلوبهم توقفت نهائيا عنه. طب لماذا عرضت ذهاب السادات للقدس؟ ولماذا عرضت كامب ديفيد؟ ما أنا بقول لحضرتك عرضت السادات في الذهاب، إذا كنت أنت من محب السلام ومن دعاة السلام. طبعا عرضت السادات في الذهاب إلى القدس، لأنه زي ما قلت لك لم يصبر على إقناع العرب، الناس اللي دخلوا المعركة مجموعة يذهبوا إلى السلام مجموعة أيضا. إنما عملية الانفراد مهما هتقول العرب ما جوش وغلطانين، في ناس بيقولوا كده، أنا بقول لا، إنه الإنسان لما يخش معركة لازم يدخل إلى معركة السلام أيضا بالناس اللي دخل بيهم معركة الحرب أو اللي أديروا من الحرب. حضرتك مش شايف ان لقاءاتك السرية مع الاسرائيليين لم تأتي بأي نتيجة، وكامب ديفيد هي التي اعادت الى مصر اراضيها المحتلة؟ انا اولا مش مسؤول عن ان النتائج الاتصالات دي تجيب نتيجة ولا لا. طب لماذا تهاجمها؟ لان انا مش مركز السلطة. لماذا تهاجمها اذا كانت اعادت الى مصر الاراضي المحتلة؟ كامب ديفيد بقولك بهاجمها في وقتها من وجهة النظر دي فقط، لانه اي سلام انا معاه، انا مع السلام. وحين عادت الارض المحتله المصريه كويس الى اصحابها. كويس، انا اقدر اقول لا طبعا، انا برحب. كان لازم توافق على كامب ديفيد؟ لا، لانه كامب ديفيد لما اتعملت سنه 79، النهارده سنه 2000، في ارض عربيه محتله؟ لا، في لسه جنوب لبنان محرر من شهور، جولان موجوده في الضفه في الضفه الغربيه وغزه في ارض عربيه محتله. فالقضيه قضيه انه كامب ديفيد لم تثمر سلام شامل وعادل، عشان كده انا كنت ضدها، واخد بالك؟ لكنها اثمرت عوده الاراضي المصريه. ايوه، ام انك من هؤلاء الذين يقولون ان كامب ديفيد تسببت في ضعف العرب؟ انا مصري ولكني عربي الهويه. ايوه، واخد بالك؟ وما جيش ان العدوان اللي حصل على مصر في يونيو 67 اديرت منه سوريا والضفه الغربيه وكذا وكذا، اجانا في السلام. يا فندم، سوريا والضفه الغربيه بيتفاوضوا النهارده بعد 22 سنه على رحيل على السادات، على نفس خطى السادات، بعد 22 سنه من خطى السادات بيقوموا بنفس الخطوات اللي هم كانوا بيرفضوها. حضرتك برضو ما بتعمليش الفارق الزمني، واخد بالك؟ السادات كان سابق عصره. ايوه سابق عصره، جايز، ما هو حتى اللي بيسبق عصره ممكن يبقى له تاثيرات سلبيه. الانسان لازم يعيش يعني مع عصره. يعني حضرتك كنت عايزه السادات يستنى 22 سنه؟ لا لا لا، مش صحيح، لا ابدا. انا كنت اقول ان هو حضرتك قلت لي السادات كان لازم يستنى 22 سنه. لا، ما قلتلكيش كده، انا قلت كده، ما تقوليش ان ما قلتش. لا 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 لا، لا، لا. انا بقول يستنى، قلت السادات يستنى. كان لازم يستنى لما العرب كلنا ندخل مع بعض 6 اشهر سنه نحاول. مش 22 سنه. لا، مين اللي قال لك 22 سنه؟ ما حصل، خلاص مصر انتزعت من المنطقة العربية وتم الصلح مع اسرائيل، فخلاص ما بقتش في مشكلة. المشكلة كانت قبل مصر ما تنتزع وقبل ما تتم المعاهدة، قبل ما تتم كامب ديفيد، انه يبقى في حرص على ان العرب يتضامنوا ويدخلوا المفاوضات مع اسرائيل وهم واحدة واحدة. هو ده الخلاف، مش خلاف حاجة تانية. انت اليوم مع السلام لكن ضد التطبيع؟ طبعا. كيف؟ لانه انا رفض التطبيع خدمه للسلام. خدمه للسلام. انا لو اساعد حكومه اسرائيل بالتطبيع يبقى كاني بقى ضد السلام. طب ما هو اسلوبك او نظريتك في التوصل الى السلام الان اليوم؟ التضامن العربي اولا. التضامن العربي. ان يكون للعرب موقف وراي موحد، وان تكون هناك قمه محددة مواقفها تماما، وأن تكون هناك إدانة لجميع الدول والتنظيمات والهيئات الحزبية أو الشعبية التي تتعامل مع الحكومة تحتها خطين الإسرائيلية. لكنك لست ضد التعامل مع أفراد؟ لا، الحركة السياسية لا تتوقف، والاتصال بقوى السلام في إسرائيل أمر يبقى مجنون اللي يرفضه، يبقى اللي بعمل ضد مصلحته. لكنك حتى اليوم ترفض الذهاب الى اسرائيل؟ طبعا. لكنك تلتقي مع الاسرائيليين خارج اسرائيل في المؤتمرات الدوليه، وده الموقف اللي واخداه اللجنه المصريه للتضامن في المؤتمرات الدوليه. لكن حين التقيت بهم منذ سنه 69 لم يكن مرجعنا تاني 30 سنه. الله. لم يكن في مؤتمرات دوليه. ايوه، ما انا بقول لحضرتك قنوات سريه. انت دايما بتتحدثي عن الحدث مجرد من زمنه من واقعه.
ايوه بس كان الواقع ايه بقى وقتها؟ أيوة. في حرب استنزاف. أيوة. هكرر الكلام نفسه. ايوه واخد بالك؟ ما لا تجردي المسائل من وقتها ومن زمانها. حضرتك في ليبيا التقيت بالعقيد الليبي معمر القذافي قائد ثورة الفاتح الذي بادرك قائلا لماذا لا يثور الشعب على كامب ديفيد؟ صحيح. ماذا قلت له؟ يعني انا طبعا مش مسؤول عن ان انا اخلي الشعب يلغي كامب ديفيد او كذا، انما قلت له والله الخطوات اللي كانت بتتخذ في ليبيا وقتها ايضا ما بتساعدش على الغاء كامب ديفيد. فقال لي كيف؟ فقلت له انه كان ممنوع وقتها اذاعه القران الكريم واذاعه الاغاني للمطربين والمطربات العرب. فسالته حتى بالمناسبه قلت له يعني سيادتك بتسمع القران بصوت مين؟ قال لي صوت واحد باكستاني. فانا قلت له وبتفهمه؟ فهو كان مرح جدا وضحك وخلى الجلسه يعني طيبه وبتاع. وبعدين فوجئنا بانه اصدر تعليمات بعوده الاغاني اصوات المصريين والقران بصوت الشيخ رفعت وغيره يعني. اصوات المصريين وكان على راسهم ام كلثوم. كان صوت المصريين ممنوع. فانا سالته قلت له هل ده يساعد في الغاء كامب ديفيد في ليبيا يعني؟ كان ايضا يتخذ موقفا متشددا من التعامل مع الزعيم ياسر عرفات. في احد الاجتماعات حاول العقيد الليبي معمر القذافي ان يفرض عليكم وفدا فلسطينيا من اعضاء الفصائل الفلسطينيه المعارضه التي كانت تقيم في ليبيا، ماذا فعلت؟ ده زعيم. هو كان في اجتماع لهيئه رئاسه منظمه التضامن الاسيوي الافريقي. ايوه. وكان وفد اللجنه المصريه للتضامن في لارنكا. وكان جاي طياره من الاتحاد السوفيتي تحمل وفود لجان التضامن في اسيا. وكلنا متجهين الى طرابلس حيث كان فبعد ما ركبنا الطياره فوجئنا بانه طالبين بعض الاخوان الموجودين جوه الطياره انهم ينزلوا. فانا سالت مين دول؟ فقالوا الوفد يعني مين اللي نزل؟ قالوا الوفد الفلسطيني. فالوفد الفلسطيني رحت نازل اشوف ايه الحكايه. الطياره مش هتقوم طبعا ودول نزلوا بره. فتبين انه جات تعليمات من طرابلس بان الوفد اللي بعته ياسر عرفات ما يروحش لطرابلس. وان الوفد اللي هناك كان زميل اسمه محسن ابو ميزر كان موجود هناك هو ده اللي يمثل الفلسطينيين. فانا قلت لا مش هنسافر. وكان الوفد المصري يعني وفد قوي يعني اجتمعنا وتناقشنا واتخذنا قرار بان احنا لا نشترك في اجتماع رئاسه منظمه التضامن يعني. وقعدنا في رحنا سيبنا المطار ورحنا الكندا قعدنا يومين ونص وكانت الانباء تتابعنا وبتاع على اساس ان احنا هنسافر ولا مش هنسافر. قلنا مش هنسافر الا اذا كان يسمح للوفد الفلسطيني اللي وراه. فالاخوان اللي كانوا موجودين كانوا مؤيديننا قوي. وبعدين جه اقتراح سوفيتي بانه لا الوفد اللي معانا يسافر ولا الوفد اللي هناك يحضر. وعملوا اجتماع لرؤساء لجان التضامن وجه السوفيتي وقال انا بطلب راي الوفد المصري اللي هو انا كنت رئيسه يعني. قلت له اطلاقا. لانه لا يمكن ان يعقد اجتماع رئاسه منظمه التضامن في غيبه منظمه التحرير الفلسطينيه اللي هي لسه في حاله كفاح. كيف مشروع. تعمل حل المشكله؟ فالغي الاجتماع وكان هذا اول اجتماع يلغى في منظمة التضامن الآسيوي الإفريقي نتيجة موقف التضامن المصري مع الثورة الفلسطينية. حضرتك كان ليك دور في خلال السنوات في رأب الصدع أو في خلق قنوات مصرية عربية أيام القطيعة وقنوات عربية خلال قطيعة بين مصر والدول العربية. قيل إن أحمد حمروش لعب دورا هاما في تقريب العلاقات بين مصر واليمن. ماذا قال لك الرئيس علي عبد الله صالح؟ وماذا نقلت من رسائل إلى الرئيس المصري حسني مبارك؟ وماذا قال لك الرئيس مبارك؟ الواقع يعني انه اتحت لي فرصه كويسه ان نتكلم عن دور الدبلوماسيه الشعبيه.
اللجنة مش المصرية الدبلوماسية الرسمية. لا الدبلوماسية الشعبية. اللجنة المصرية للتضامن استطاعت أن تعقد أول اجتماع للجان التضامن العربية في القاهرة سنة 1986 في الوقت اللي كانت فيه العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين القاهرة ومعظم العواصم العربية. والرئيس محمد حسني مبارك أتاح لهم الفرصة بمقابلته. وكان هذا أمر جديد إن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة ورئيس الدولة بيقابل لجان التضامن. لأن احنا كنا حريصين على إن مصر ليست النظام السابق لحسني مبارك ومش ممتد له، بتتغير في متغيرات دائمة في اللي حضرتك بتقول عليه الزوجية، لا في متغيرات تحدث دائما نتيجة الظروف. فاللي حصل إن احنا شعرنا إن انتخاب حسني مبارك أو مجيء حسني مبارك حد أحدث تغيرات في الساحة السياسية. إزاي؟ الحرص على التضامن العربي، فبقى في التوجه لهذا، الحرص على عدم الانحياز. يعني 12 سنة قبل حسني مبارك لم تحدث أي لقاء بين مصر وبين دولة عدم الانحياز، حدث بعد هذا. العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة بين القاهرة وموسكو، عادت العلاقات. إذا في توجه وطني وقومي في عهد حسني مبارك، فإحنا حرصنا على إن إحنا كشعب مصري نعتبر إنه أصلته هي الأساس في القومية العربية. دعينا لجان التضامن العربية وجم حتى من ليبيا، حتى من كل البلاد، وحضروا الاجتماع وقابلهم حسني مبارك، وكان ده بداية. في اليمن يعني عملية قطع العلاقات الدبلوماسية واستمرارها كان مؤرق لبعض الزعماء العرب الحريصين على ان تكون هناك علاقات مع مصر. فالرئيس علي عبد الله صالح حملني رساله للرئيس محمد حسني مبارك، وحملتها رساله مكتوبه واديتها له، وكانت فعلا بتمهد لعوده العلاقات الدبلوماسيه بين مصر والعواصم العربيه، الامر اللي تم في المؤتمر بتاع 89 اللي حصل في الرباط وسمي مؤتمر المصالحه العربيه. فالشاهد انه الشعوب دائما صلتها متواجده وقويه ومستمره. تمام. الانظمه تختلف لكن الشعوب لا. واتصالات الشعوب تشكل قوه ضغط على الانظمه من اجل توحيد القوميه العربيه. استاذ احمد حمروش، الحقيقه الوقت مر سريعا وما زال في جوابتنا الكثير والكثير من الاسئله، فاتمنى اننا نلتقي في حلقه قادمه لنزيد مساحة الصراحة التي نتحدث بها.